يوما ما كنت هنا، واليوم أنا هنا أيضا، أملأ حياتي شغفا بكم، أشحن تفاؤلي من طموحكم، أعلمكم، ومن أجلكم أتعلم. سعينا نحو مستقبل أكثر إشراقا يدفعنا باستمرار كي نعمل يدا بيد مع كل الجهود الرامية لتطوير التعليم في الأردن، ولأن المعلمين هم الركيزة الأساس في هذه الرسالة الأسمى، جاءت الفكرة لتطوير أساليبهم ومنهجياتهم التدريسية وتدريبهم ورفع كفاءاتهم في الغرف الصفية، والهدف بناء جيل قادر على التميز والصدارة ومواجهة تحديات المستقبل. الفكرة كانت الأولى من نوعها في الأردن، وحملت اسم برنامج شبكات المدارس، ومن هنا بدأت الحكاية ليمضي البرنامج بأربعة مباحث هي الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم، بالإضافة إلى شبكة القيادة التعليمية التي تستهدف تطوير مهارات مديري المدارس والمشرفين التربويين. انطلق البرنامج عام 2009 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكلية المعلمين في جامعة كولومبيا، ليكون منفرداً بكونه برنامجاً متخصصاً يوظف أفضل الممارسات العالمية ونتائج الدراسات التربوية لتطوير منتج يلامس احتياجات معلمينا. ويتكون البرنامج من 6 ورشات تدريبية للمعلمين والقادة التربويين. الورشة الواحدة تستمر يومين تدريبيين، يتبعها لقاء تأملي مع المعلمين يهدف لمشاركة النجاحات بينهم ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي صادفوها خلال تطبيقهم في الميدان، إضافة لزيارات الدعم والإسناد في المدارس. تقوم فلسفة البرنامج على 4 أعمدة: وجود معلمين لديهم الدافعية للتنمية المهنية وملتزمين بحضور البرنامج التدريبي، وتطبيق الاستراتيجيات التي يتم تدريبهم عليها بشكل مستمر، ووجود القادة التربويين المتعاونين والداعمين للمعلمين فنياً وأكاديمياً، ووجود مجتمع تعلم مهني في المدرسة يدعم التعلم والتعليم وتبادل الخبرات. وفي ظل هذه الفلسفة الشاملة، كانت النتيجة أن تحسنت ممارسات القيادة التعليمية في المدارس وتعززت الممارسات التدريسية لدى المعلمين. وبقي السؤال: كيف ينتقل أثر البرنامج بين المدير والمعلم والطالب للتكامل في عملية التنمية المهنية التخصصية؟ وفي أيلول عام 2016 كان الجواب على شكل فكرة لنقوم بدراسة بحثية لشبكات المدارس لندرس أثر برامج التنمية المهنية التخصصية للمعلمين على تحسين تحصيل الطلبة. شملت المنهجية التجريبية دراسة 19 مدرسة أساسية وثانوية للذكور والإناث، إضافة للمدارس المختلطة وموزعة على الأقاليم الثلاثة: الشمال والوسط والجنوب، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومعهد الأبحاث التربوية في جامعة تورنتو في كندا والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن. في بداية الدراسة تم قياس مستوى المدارس لتحديد نقاط الانطلاق وقياس الأثر المتوقع في نهاية البرنامج، بهدف الخروج بتصور حقيقي يساعد على تصميم نموذج فعال لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة. البرنامج اليوم بأدروعه المختلفة يمكن المعلم ليكون قادراً على تنمية التفكير الإبداعي والتفكير الناقد لدى أبنائنا الطلبة، يصقل مهاراتهم وينميها، يجيب على تساؤلاتهم، يطور مهارات القراءة والكتابة والاستنتاج لديهم، ليكونوا قادرين على التفاعل ومستعدين لخوض غمار الحياة في مجالاتها كافة. وبذلك تتحقق رؤية الأكاديمية في أن تمكين التربويين ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة في مختلف أنحاء الأردن، بل إنه يمتد ليشمل الوطن العربي. طلبتنا هم أبناء هذا الوطن، هم ورثة المجد على أرضه، مستقبلهم سيصنع الفارق ليكون الغد
غدا واعدا، ويكون طلبتنا الآن أغلى ما نملك.